الراديو 90-90 هواها مصر. رجعنا معاكم مرة تانية في حال بلدنا واستعراض لتطوير العشوائيات، وازاي اتكلمنا عن رصد وازاي بيتم التخطيط وايه اهم المناطق والعدد اللي بيتغير وازاي بيتم التعامل معاه من 2014 وايضا بعد قرارات الرئيس في 2016 وان ازاي حاجات هتخلص في 2018. لكن قلنا النقطة مهمة قبل الفاصل، موضوع الاسواق العشوائية وازاي ده بيساعد على تكوين العشوائيات، او هل هو باشمهندس من الحاجات اللي بتساعد على ظهور العشوائيات، وايه تاني بيساعد على ظهور العشوائيات غير الاسواق العشوائيه، وليه بتتسبب في ظهور العشوائيات؟ هو كان انا المفروض ابدا بقى بقول ليه ظهرت العشوائيات، ليه ظهرت العشوائيات في البدايه اصلا. العشوائيات ظهرت هي من الهجره الداخليه. الهجره الداخليه داخل القطر المصري هو البحث عن الرزق. اذا البحث عن الرزق يتبعه ان بدور على الرزق، الرزق بتاع الناس اللي هم في هذا المستوى هو عباره عن مدوره عن سوق يشتغل فيه او ان هو يشتغل عامل في حته. فالسوق يشتغل فيه يخلق نفسه وظيفه او سوق او حاجه يبيعها في الشارع او هي دي بتخلق اسواق عشوائيه، وجنبها بيدور على بيت ما يركبلوش مواصلات. فمش بيت بقى يروح بنيله عشه في اي مكان في اي حاجه، معهوش فلوس يشتري حاجه، فبيخلق لنفسه اللي هو الملجا والمطعم المأكل عشان جنب بعض الاثنين عشوائيين. فالاثنين مرتبطين ببعض. فدي من ضمن الحاجات فعلا اللي نسيت اقول لحضرتك عليها، ان احنا عندنا رصد بيها برضو. انا عندنا رصد في مركز معلومات الصندوق نسب الهجره الداخليه من والى المحافظات. يعني محافظه القاهره محافظه جاذبه، عندنا محافظه القاهره اللي القاطنين في العشوائيات الغير امنه 57% منهم مش من اهل القاهره و43 من اهل القاهره. يعني الأغلبية دلوقتي مش من القاهرة أصلا. طيب ال 57 مش من القاهرة نسبهم إيه؟ 19% من المنيا، 19% من سوهاج، 21% من الفيوم. عندنا النسب بتاعة الهجرات محافظات وجايين منين؟ الهجرة ليه؟ جايين منين وقاعد فين؟ بورسعيد جاذبة لأنهي محافظات؟ سوهاج طاردة، المنيا طاردة، الفيوم طاردة. عندنا النسب دي، فدي عندنا الاحصاءات دي. بقول ليه كده؟ عشان بكره هنشوف المحافظات دي ازاي نخلق مصدر الرزق إيه؟ فيها عشان ما يهاجروش منها ولا. عشان ما يهاجروش منها يروحوا كده، لان احنا اذا عندنا حل المشاكل على ثلاث خطط، عاجله ومتوسطه وبعيده المدى. العاجله ان نبني دلوقتي للناس وخلاص اللي مضروب. مهددين على طول. المتوسطه ان انا اشوف الحل السريع اللي هو الحل الثاني، ابني اسواق عشوائيه. البعيد مدى ان انا المكان اللي بيصدر عشوائيات ازاي احل مشاكل الناس فيه عشان ما تروحش من مكان لمكان. دي خطط احنا حاطينها في خطه قوميه استراتيجيه على مستوى الدوله، دي بتطبق على مدار سنين. لو كان ده روعي من سنين طويله ما كناش عندنا حاجه اسمها عشوائيات. وده اللي احنا بنقوله ان احنا دلوقتي عشان بدأنا نهتم بالانسان وقيمة الانسان في الايام دي غير زمان ما كناش وصلنا لده. احنا حضرتك شوف دلوقتي احنا اللي احنا بنينه، شوف شكل المباني عامل ازاي. شكل المباني مش ببني بلوك كده. انا يعني انا هوريك صور يعني تقدر تقول دي عشوائيات انا بتمنى اسكن فيها. انا بتمنى اسكن فيها. عفوا، وتأكيد الرئيس كذا مرة ان يكون فيها كاملة الخدمات داخلة فيها غاز مية كل حاجة. احترام الرؤية البصرية للمواطن الذي طورنا حياته واجب علينا دلوقتي. انا عايز حضرتك يعني تتخيل ان احنا بنعمل اماكن فيها فيلل بحر الاحمر، احنا عاملين فيلل للناس، حتى اسمها الناس بنبدأ فيلل الروضة في سفاجة، عاملين نفس الفيلل، بيت 150 متر ببني على 90 متر واساسات لثلاث ادوار عشان لما يجوز يبني ليه طبيعي. احنا بنبني طبيعه الناس، مش ببني اي حاجه خلاص. طبيعه البشر هنا ايه؟ لا ده ما ينفعش يسكن مع جار، ده راجل حياه منفصله ماليش جار، هو متعود على كده. بيبقوا معظمهم بنيين على البحر اصلا وقاعدين فهو ببني له، بحترم حياته، قابليته، رغبته، بحترمها، هنفذ له، هيقبل معايا ان هو يعيش معايا في الحته دي. غيره ده انا بحب اسكن مع جار وعماره و اتفضل اهلا وسهلا بيك. انا في سيدة زينب مثلا، سيدة زينب احنا الطابع بتاع سيدة زينب ايه؟ طابع اسلامي. بلينا عمارة اسلامية، العمارة هناك عمارة اسلامية في سيدة زينب، في تل، مش تل بقى، انا اسف مش قلت تل العقاربي تاني، اسمه دلوقتي روضة السيدة، مشروع روضة السيدة.
لما هتشوف صوره لا هتقول لا لا انت الصوره دي مش حقيقيه لماكيتات، لا دي فعلا من الواقع من الارض الواقع. كنت امبارح بزور المشروع صورته بنفسي على الموبايل بتاعي من فخري بيه في مشروع اللي هو بتاع مع محمد صبحي. كومباوند احنا كل على فكره كل مشروع دلوقتي بيبقى كومباوند مقفول بسور مش بفتحه كده على مفتوح على طول. لا لا كومباوند سور وكامل خدماته المشروع ما عنده. مثلا احنا في هناك مسرح بيتعمل في ترفيهيه في حاجات يعني ثقافيه كل حاجه مدارس غير نمطيه لا يخش هيخرج بس عشان يروح الشغل وهيرجع يعيش حياه متكامله في هذا المكان. حضرتك كمان بيختص جهاز او صندوق تطوير العشوائيات بالامكانيات اللي جوه يعني بمعنى كوبري مشاه فين مكان المحلات التجاريه اللي تتحط في المكان ده لا انا اقصد بتختص بده ولا برضو بيبقى اكيد في تعاون مع وزاره الاسكان نخلق. نخلق مصدر الرزق قريب من احنا دي الحته بتاعت السوق كمان احنا هكلم الاسواق لسه احنا خرجنا منها يعني بص طب نتكلم عن الاسواق تعرف الاسواق وازاي بتحل يعني لو هو هيبعد عن مصدر رزقه او هتعمله ايه بديله للاسواق العشوائيه. بنحاول نعمل محلات وحاجات قريبه مراكز تجاريه وحرفيه قريبه من كل مكان. عندنا مثلا الاسواق مشكله الاسواق على مستوى الدوله 1103 سوق عشوائي مصنفه ما بين سوق سنوي سوق اسبوعي سوق يومي سوق الجمعه زي ما مش عارف كام ده مثلا السوق السنوي ده ايه انا رصده انا مش هحل مشكله السوق السنوي مش هبني سوق عشان يوم واحد في السنه يعني مثلا عندي سوق مثلا زي سوق السيد البدوي في مول السيد البدوي بقى في سوق عشوائي هناك بس هو سوق سنوي. سوق مش عارف في البحيره عشان في شيخ هناك موجود سوق سنوي المولد بتاع الشيخ دون في سوق سنوي بس بيقعد فتره في المنيا سوق سنوي اللي هو الحصاد البصل والبطاطس والحاجات دي عندنا حصروا الحاجات دي كلها. طيب في سوق اسبوعي ده بيظهر كل اسبوع سوق بيجي مثلا سوق حد سوق جمعه وتفر الناس بيسميه ايه في سوق يومي بقى الكلام ده كله مرصود عندنا كله. طب ايه الحلول رغم ان احنا مش مكلفين بالمقاله دلوقتي ولكن احنا نفذنا 12 سوق وعلى اعلى مثلا سوق في الزاويه الحمراء سوق الزاويه الحمراء 40% من تكلفه سوق الزاويه الحمراء على الحمايه المدنيه المضاد اللي هي اجهزه كشف الحريق ومقاومه الحريق عشان كان بيحصل مصايب كبيره في الاسواق اللي زي كده تتحرق كلها ف 40% من ميزانيته على 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 عاملين فيه نظام اللي هو السولار اللي هو الخلايا الضوئيه اللي هو الطاقه الشمسيه عشان تعوض ونقلل في موضوع استهلاك الطاقه جدا. بنعمل سوق دلوقتي اللي هو سوق في برضه في القاهره سوق التونسي سوق التونسي ده في خمس اسواق دول بنعمل لهم سوق هيكلفنا 180 مليون جنيه قريب جدا من السوق اللي هم الناس قاعده فيه دلوقتي عشان ما حدش يقول ده بيمشوه ده انا برتقي بيك وبديك مساحه اجمل المساحه اللي انت فيها ومؤمنه تقفل على مفتاحك. كان كل شويه نسمع ايه سوق التونسي ولع ده في حريقه في سوق التونسي ده في عربيه نطت وحرقت الدنيا كلها ده خسائر السوق 20 مليون جنيه من دم الغلابه اللي هم دول. فاحنا كنا مصرين جدا نعمل السوق ده بسرعه جدا واحنا في مرحله التنفيذ دلوقتي الحمد لله ماشيه كويس. جميل. ففي اسواق اربع اسواق في الوادي الجديد شغالين فيهم يعني شغالين في الوادي الجديد شغالين في الاسماعيليه بورسعيد في المنيا شغالين في محافظات مصر شغالين في 22 سوق دلوقتي رغم ان مش مكلفين بيهم لكن وفي دراسه ل 26 سوق كمان عشان ندخلهم تحت في الشغل برضو في خمس اسواق في نسيت مظروف وهيتم التعامل مع الرقم الكبير ال 1000 سوق ده هيتم التعامل معاهم بالتدريج بالتاكيد. بص عشان نكون صريح مع بعض مش يبقى كلهم مثلا اسواق السنويه خلاص هتخرج بره مليون جنيه ملايين جنيه عشان يبقى ده سوق صح بيحصل كل سنه ما بقيت هيظهر فلازم يكون موجود. الاسواق الاسبوعيه هنحاول نضمها على الاسواق اليوميه بالظبط تبقى ليها المكان نفس المكان فتظهر في المسطحات مغطاه فقط للناس عشان تقدر تموجود عشان نخلي الشوارع من عشوائيه الاسواق دي. فهو دي خطه حطينا وان شاء الله دي تبقى هي قضيتنا هي والغير مخطط في الفتره الجايه ان شاء الله ان شاء الله. بعد الفاصل معلش هنخرج برضو الفاصل قصير في عشان سوق الذهب والصرافه نرجع بقى نتكلم عن الامثله الجميله سواء الاسمرات ايه المحافظات اللي قربت تخلص منها العشوائيات ونظره بقى هيبقى اللينك الاخير معانا ان شاء الله هنقدر نقول كده مصر خاليه من العشوائيات امتى او شبيهه يعني خاليه من اي منطقه عشوائيه او قربت تبقى ايه عشان ما نصعبش الموضوع بس هنخرج بس الفاصل قصير وهنرجع نكمل معاكم حال بلدنا.